متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اليوم عي واحد السيد تعرض لواحد النصب. المشكل اللي عنده انه هو كيشتغل ميكانيكي وشرى واحد المحل ب 20 مليون ياك من عند واحد السيد، وبعد سنه ونصف كيتفاجئ بان هذا المحل هذا تحكم له بالافراغ. غنحاولوا ناخذ القصه مع السيد من الاول واشنو واقع. سير فين جاي؟ تفضل اخويا، الاسم ديالك عرفنا برا سكو. اختي الاسم ديالي نقشي احمد. اختي هاد الناس خديت مع عندهم واحد المحل مدة عام ونص، كنتفاجئ. سير اولدي. كنتفاجئ بافراغ. سير اولدي. كمل اخويا كمل. اختي كنتفاجئ بان هاد المحل واخا عاود لينا القصة من الاول، عاود ليا من الاول دابا بشوية لك. اختي المشكل انني خديت واحد المحل مدة عام ونص، كنتفاجئ. بشحال خديتي؟ عاود لينا التفاصيل. 20,000 درهم، 20 مليون. خديته مدة عام ونص، كيتحكم هذاك المحل بالإفراغ. تفاجئت بأنه تحكم بالإفراغ. دابا أنا ما عرفتش شنو، أنا ساكنة مع الأب ديالي، عندي أربعة ديال الدراري، المشكل ما عرفتش. واخا عاود لينا التفاصيل، حاول تعاود لينا شوية المشكل من الأول أشنو وقع. المشكل باش غنقول لك، انا هاد السيد هذا كنطلب منه ما نبغيش صراحه، هي تشرفت انا الدريم كنقول المشكل عندي هي. عاود لنا كيفاش كيفاش شريت هاد المحل، شكون جاب لك هاد السيد؟ حاول تهضر لنا شويه. السيد اختي شنو نقول لك، لقاوني بين شي ناس كنعرفهم، هادي قال لك ودي السيد عنده المحل، خديته من عنده. ما فهمتش اختي، لا اله الا الله محمد رسول الله، والله ما عرفت. واخا كمل لينا. خويا الله يسهل لك، عاود المشكل. حنا بغاو الناس كي دابا كيسولني في لي كومونتير، عاود لينا المشكل غير بشويه من الاول بشويه. هاد السيد لقاوني بين شي ناس، جيت من عندو محل. محل جيت من عندو ب 20 مليون. مدة ساكن فيه مدة ديال عام ونص، كنتفاجئ انه كاين محكمة حكمت على هذاك المحل بالإفراغ. انا اختي دخلت هذيك فاش تحكم لك بالافراغ، مشيتي عنده هضرتي معاه حبيا مع السيد؟ حبيا كيقول لي السيد انني غادي نرد لك رزقك، ولكن ما عرفتش هي مده عام دابا جايه تقريبا باش تحكم على ذاك المحل بالافراغ، وانا مشرد انا والدراري، انا ساكنه مع الاب ديالي. ما طلع شويه الميكرو اخويا، طلع الميكرو. اختي اش نقول لك؟ ميكرو شويه. كمل. هذا هو المشكل عندي، انا كنطلب من هاد السيد هذا اما يرجع لي رزقي اللي يدير معايا شي حل، راه ماشي معقول هذا، راه شردني انا وربعه ديال الدراري. راه مش من السيد انه يرد لي رزقي اللي يدير معايا شي حل ولا يعطيني شي سكان. ما تبقاش تحرك اخويا عافاك، ولا يعطيني شي سكان ديالي انا في الصحراء انا وليداتي، هذا هو الطلب عندي، ما يضيعنيش. واخا شنو دابا المعاناة اللي كتعاني بعد ما توقع لك هذا الشيء؟ باش غنقول لك هذا الخدمه ما بقاش خدام هو هذاك صراحه، المشاكل كنفكر هذه الامور هذه كنمرض. لا اله الا الله محمد رسول الله. هي شنو؟ عاودي لنا على المعاناه ديالك بعد ما وقع لك هذا المشكل. هذا المشكل اش غنقول لك، انا راه الدراري دابا راه اش غنقول لك، كنديباني وصافي. ما لا اله الا الله. هي عاودي لنا المعاناه اللي كتعاني. راه الانسان كيولي كيعاني حتى نفسيا، ماشي سميتو كتولي كتفكر هذه الامور.